يبقى هات عسكري دكر يحميك يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا يا هلا؟ يا بت كنت بطمن عليك يا بت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفه يا باشا، صفايفه. ها بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. يد امك يا ابن الكلب منعتك، ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. طب ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. ده بقى عمك الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، ايه احساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك ناعمه كده ليه يا لا؟ يا صبره كانت بترضعك صناعي ولا ايه؟ صبره، فكرتني بصبره. اخبارها ايه؟ امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكره ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفه دي هتبقى وسخه كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا جماعه. يا انت بقى يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك؟ انا اضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبره. ابن صبره ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبره. وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجة. طب حس بقى. مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معاك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا، أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى على التقيل، ايه رايك؟ وانا موافق. هدواك شويه تقيل. ارجوك شويه تقيل. يا ريت ترضى. يلا يا شاطر يلا. حلو حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا استحمى بقى. ها عشان اتأخرنا على الفصل. يلا. ها مبسوط؟ مبسوط يلا؟ مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا، صحيح تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرة من زرقاء؟ تفرقش يا كلها؟ تفرق في الرجولة. في الرجولة، الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. فين الرجولة يا؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبر. يا أمك أنا هترك. اهدى شوية
ايه ده كده انت حلو امور؟ ايه ده ايه ده صحتك؟ ايه ده يا بابا؟ ايه ده حبيبي؟ ايه ده يا بابا؟ ايه ده شويه؟ ايه ده يا بابا؟ تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرة. اللي اقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكوا ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسالني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث؟ ولا انتوا مثلا بيبقى عندكوا عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتيجي زي الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها؟ صحيح يا باشا نسيت اقول لك حاجه، كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك انا هقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا باشا؟ وحياة امك من عندك. ادم بريء، دليل براءته كان بين ايديا. ولما هو بريء مسكتوه ليه؟ معرفش، السؤال ده كان محيرني وما كنتش عارف اجابته. لما قدمت لهم دليل براءته شككوا فيه ورفضوه، بس لما عرفت الاجابه اخدت قراري. وايه هو قرارك؟ هربته. هشام انت واعي للكلام اللي انت بتقوله ده؟ يمكن اكون خنت شرف مهنتي وهربت متهم، بس ده لاني انسان قبل ما اكون ظابط. حتى الظابط مهمته تحقيق الامن والعدل، عشان كده انا مش ندمان. انا لاول مره قدرت استرد ثقتي بنفسي، عملت الصح وسط كل الظلم والقهر والغلط اللي كان حواليا. ضيعت نفسك يا هشام. بالعكس، انا كده لحقتها قبل ما تضيع مني. تفتكر ان هم هيسيبوك؟ ما فكرتش في الموضوع ده، مش عارف ممكن ينتهي لايه، بس كل اللي انا عارفه كويس اني ارتحت، شلت حمل كبيره قوي من على صدري. حتى لو هيقطعوني المهم ان انا عملت الصح. انا ما فكرتش فينا، انا وبنتك وابننا اللي جاي. اللي بشوفه بيتعمل في الناس كنت بضطر اسكت عليه، مش عايز يجي اليوم ولا ايه بيتعمل فيكم. انا عايز ربنا يسترها عليكم وعليا، بس دي ناس ما بتعرفش ربنا. بس ربنا عارفهم واحد واحد، مش هيسيبهم، هيجي عليهم ويحاسبهم. صدقيني عمر ما الغلط هيفضل غلط، اكيد يوم هيجي وهيبان الصح. لحد ما يجي اليوم ده احنا هنعمل ايه؟ ما تقلقيش، انا مش هعذبك معايا. مش انت كنتي طلبتي مني الطلاق قبل كده وانا رفضت؟ انا دلوقتي موافق وهسيب لك البنت كمان، عشان على الاقل لو اتاذيت هتاذي لوحدي ومفيش ضرر يجي عليكم. بدوني يا هشام. ده اسلم حل يا منى. انا ممكن افقد شغلي، مركزي يضيع، ما يبقاش عندي سلطه بعد كده، هرجع انسان عادي تاني. يعني مش هيبقى فيا اي ميزه عشان تتمسكي بيا. الله يسامحك، انا عايشه معاك يا هشام عشان سلطه. انا ما قلتش كده،
بس انتي تعودتي عليها، مش هتقدري تستغني عنها، وانا مش هقدر اديها لك تاني، مش هقدر. مش عايزة حاجة من الدنيا دي غيرك انت، انت بس. ليه مش عايز تصدقني تغير؟ ليه مش عايز تحس بيا؟ انا جوايا جرح طويل اوي عمال بينزف، مش عايز يقف، مش عايز يقف. فوقني فوقني اوي وروح من النوم، هي بنتي الوحيدة، بنتي الوحيدة بقت عاجزة قدام عينيا، وانا مش قادرة اعمل لها حاجة ولا سبب. يعني انت عايزة تكملي معايا؟ ولو موقفتش جنبك مبقاش بنت اصول. بس عشان ما تبقيش بنت اصول؟ لا يا حبيبي لا، عشان انت جوزي، ابو بنتي، ابني اللي في بطني، لانك اطيب واحن راجل في الدنيا كلها. انا ده انتي انتي ما كانش بيعجبك طريقتي، كنت عامية وفتحة ساذجة، وفهمت اني معايا احسن راجل في الدنيا كلها. عارف ليه؟ لانك انسان وعدت تأمن على نفسها وهي معاك، لو حبيت تشيلها جوه عينيك، ولو كده ما تسلمهاش ابدا. لو كنت كده من الاول ما كانش عمري بقى في مشاكل ما بيننا، كل حاجه هتبقى كويسه تاني يا حبيبي. وعلى فكره انا عندي خبر حلو ليك، الدكتور بتاعها عايز يتكلم من لندن وقال ان هم قبلوا العمليه، ان شاء الله هتخف وتبقى كويسه. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه. يعني بنتي هترجع تمشي تاني على رجليها؟ ان شاء الله يا حبيبي، مفيش حاجه كبيره على ربنا. بجد؟ يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب، يا بنت كريم يا رب. كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة. على فكرة كان ينفع تخرجوا تحتفلوا في أي مكان، وأنا كنت هبقى قاعد هنا، يعني هروح فين يعني؟ ده كلام برضو يا آدم. دي سيسيل بتحضر الأكل وجاية ورايا دلوقتي، وبعدين إحنا في ظروف ما تستحملش إن إحنا نسهر بره. وبعدين يا سيدي إحنا مبسوطين وإحنا متجمعين حواليك كده، أنت مالك بينا بقى؟ وبعدين هتعوز ايه تاني اكتر من كده يا اخي؟ ده انا مضحي بليله زي الفل عشان اجي اسهر معاك. كل سنه وانت طيب. اتفضل يا سيدي، ادي الباسبور بتاعك، صورتك على الباسبور باسم واحد تاني، هتخرج بيه من مصر في خلال ايام، انا وعدتك. ايه احنا هنفضل في الصمت ده كتير؟ ما تشوف يا بابا وماما فين؟ الساعة بقت 12 ل 10 وانا عمال اكلمها ما بتردش. ازيك يا حبيبتي؟ طمنيني عليك يا قلبي. الحمد لله يا بابي. يستاهل الحمد يا حبيبتي. انتي بتذاكري ولا ايه؟ لا انا مش بذاكر. امال؟ مش حضرتك قلت لي قبل كده ان لما انت بتكون تعبان بتمسك القرآن تقرا فيه عشان احنا مالناش غير ربنا؟ صح. انا بقى ما عنديش قرآن، وقلت اجيب كتاب الدين اقرا فيه شويه، ولا ان ربنا يخليني ارجع امشي زي الاول. بنتي يا بنتي انا زهقانه قوي يا بابي. انا عارفه يا بنتي، انا عارفه ان انت زهقانه
نفسك ترجعي تمشي تاني وتجري وتلعبي، انا عارف. بس اقولك على حاجة، خلي عندك امل في ربنا، ادعيله كتير قوي يا هايدي، ادعيله يا حبيبتي، كل ما تدعيله كل ما هيحقق لك كل اللي انت نفسك فيه. لو النبي لو النبي، عشان خاطري، عشان خاطري يا دودو. اقولك على حاجة، انا هقعد ادعي وماما هتدعي وتيتا وجده، كلنا هنفضل ندعي لغاية اخر يوم في عمرنا. يا رب يا رب يا حبيبتي. اقولك على خبر حلو بقى، ها؟ الدكتور وافق انه يعمل لك العمليه بره، وان شاء الله هتعمليها، وان شاء الله هترجعي تمشي تاني زي الاول واحسن كمان. بجد يا بابا؟ بجد يا روح قلب بابا. يلا تعالي ندعي ربنا. يلا. يا رب يا رب يا رب اشفيني يا رب، يا رب اشفيني يا رب، يا رب رجعني امشي تاني على رجلي يا رب، يا رب رجعني امشي تاني على رجلي يا رب، يا رب يا رب انا بحبك يا رب، يا رب انا بحبك يا رب، ارحمني يا رب، ارحمني يا رب، واشفيني يا رب، امين يا رب العالمين، امين يا رب. انا بحبك، وانا كمان بحبك قوي يا بابا. طالع جميل، سرحان في ايه؟ أبداً يا أستاذ فوزي ولا حاجة، أكيد كل واحد عنده همومه. وهمومك واخداك؟ فعلاً يا أستاذ فوزي، أنا حاسة إن أنا في دوامة عمالة تاخدني لتحت، بس أنا عندي أمل في ربنا كبير إن أنا إن شاء الله هاخد. لو ما فيهاش تطفل أقدر أعرف الدوامة اللي واخداكي دي إيه؟ أبداً يا سيدي، طليق عايز يرجع لي وأنا استحالة أرجع له. معذور يا سهام، أنت اللي عرفك ما يسبكيش. أفندم؟ ما تفهمنيش غلط، بس انا بقول الحقيقه، يعني انت شخصيه نادره فعلا اللي عرفك ما يسبكيش. وبعدين انت بتزعلي من المديح ولا ايه؟ عارف مشكلتي يا استاذ فوزي؟ ان انا انسانه عايزه تختار حياتها بنفسها، مش عايزه تبقى مجرد حكه تحفه تتشال من هنا وتتحط هنا. من حقك انك تعيشي وتختاري. انت بتتكلم بجد يا استاذ فوزي؟ طبعا بتكلم بجد. غريب، اول مره اشوف راجل بيقول الكلام ده. صوابعك مش زي بعضها يا سيهان، والمشكلة انتي بتعاني منها، انا كنت بعاني منها. طليقتي كانت متسلطة وحيزاني امشي على العجيف ما لخبطوش. معقولة في ستات قادرة للدرجة دي؟ قادرة؟ هي قادرة وبس. ما بقولك حاجة، ده انا لولا نعم ربنا خلصني منها. سيهان عايز اطلب منك طلب، بس ارجو ما تحرجنيش. بعد الضحك اللي ضحكتوني ده حضرتك تقوم. ممكن نتغدى سوا النهارده؟ مرسي مرسي يا سيهام قوي، مرسي. يلا بقى. مالك يا آدم؟ صح؟ مش عايزة تقولي كده؟ سرحان كالعادة. في ايه يا آدم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. يا ابني ما باسبورك جه، وبابا ظبط لك كل حاجة، وبكرة تسافر وهنا تحصلك وكل حاجة هتبقى كويسة. خلي عندك أمل يا آدم. يا نانسي، الأمل ده للناس اللي بتحلم، إنما أنا ما بقتش أعرف أنام أساساً عشان أحلم. انا ما احبش اشوفك يائس كده، ده انت انسان قوي، ده اللي عملته ده مفيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهوله. تعرفي يا نانسي، مش انا قتلت، بس ضميري مرتاح عشان ربنا عارف انا عملت كده ليه. وتعرفي كمان يا نانسي، اي دموع في عينيا بتبقى ليه؟ مش عشاني ولا عشان الظلم اللي انا بشوفه، عشان امي واللي حاساه دلوقتي. تخيلي كده، اتحرمت من ابنها، وبعد شويه اتحرمت من ابويا واخواتي. اخواتي اللي ما بقالهمش راجل ولا ظهر،
ولا حد يخاف عليهم ولا يجيب لهم حقهم. البركة في أخويا يحيى، ربنا يحميه. وهنا، هنا حلم عمري اللي مش هيكمل. لا هيكمل، هيكمل يا آدم. بكرة تسافر وتعيش في بلد برة بعيد عن الخطر، وبراءتك تظهر بعدها، وهنا هتروح لك وهتعيش حياة جميلة، وبكرة اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم من الأيام وتضحك عليها. ولادي؟ تفتكر يا نانسي؟ ما تبقاش متشائم كده يا آدم. أسألك سؤال وترد عليا بصراحة؟ عمرك كنت قاعد كده في لحظة كنت متضايق ولا حاجة قلت لنفسك أنا إيه اللي خلاني أعمل ده كله عشان بنت مسيحية؟ أي واحدة تربى على الأرض دي كان هيعمل كده. أنا عارف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وإنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي، أبويا وأبوكي، كانوا مسلم ومسيحي، ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر تحيا مصر. أنا وإنت مصريين يا نانسي، ولاد وطن واحد يعني إخوات. ما تسألنيش السؤال ده تاني، ممكن؟ مالك يا هشام؟ عمال أفكر من امبارح في موضوع العملية دي. مشكلة إنها 100,000 دولار، يعني 600,000 جنيه. هنجيبهم منين؟ ما أنا عارفة يا حبيبي، إن شاء الله ربنا عالم بالحال، كل حاجة هتتضبط. أنا هبيع العربية، هيتجيب يعني حوالي 50-60,000 جنيه مش أكتر. وأنا هكسر الوديعة اللي كان بابا عاملها لي الله يرحمه، هتجيبي 90,000 جنيه على شبكتي وشوية الصيغة اللي عندي يعملوا 50,000 جنيه تانيين. هتبيع شبكتك؟ طيب أدي 50 و50 و90، يعني حوالي 190، يعني قولي 200، يعني هيبقى فاضل 400,000 جنيه لسه. أنا هبيع الشقة. أيوه، مفيش حل تاني. الشقة ممكن تجيب لها بتاع 300,000 جنيه ونروح نسكن عند بابا بشكل مؤقت، يعني لغاية لما ربنا يفرجها ويحلها من عنده. هو حل كويس، بس بالشكل ده احنا حياتنا اتدمرت خالص. حياتنا ولا هايدي؟ اكيد هايدي. يبقى خلاص ما تفكريش في اي حاجة دلوقتي الا هايدي وبس. بس كده هيبقى فاضل حوالي 100,000 جنيه يا هشام لسه. انا ممكن اخد من بابا 30,000 جنيه، وانا ممكن اخد 20 من ماما انا كمان. يبقى اللي فاضل كده 50، اللي فاضل كده 50,000 جنيه. ايوه حبيبي، ان شاء الله ربنا هيفكها من عنده. يا رب. هو عالم بينا. يا رب انا ما حلتش حاجه تاني، والله والله ما حلتي حاجه تاني. حبيبي احنا كده قربنا على المبلغ اللي الدكتور عايزه، وان شاء الله ربنا هيفرجها. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، اكيد في حل، اكيد في حل، بس احنا عشان متوترين فالحل مش جاي في دماغنا. ان شاء الله خير يا حبيبي باذن الله. اطلع بس انت ارتاح شويه عقبال ما اجهز لكم الاكل. يلا عشان خاطر. وانت فاكره ان ممكن حد يجي له نفسي ياكل؟ هطلع بره اشرب سيجاره. Thank you.
إلى السيد رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية. تحية طيبة. هذا طلب مقدمه لسيادتكم المقدم هشام توفيق مدكور، ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة، ولكنني لا أتقدم بهذا الطلب بصفتي المهنية، وإنما كمواطن مصري. مواطن مصري ضاقت به السبل وهو يرى ابنته الوحيدة عاجزة عن الحركة وفي انتظار إجراء عملية جراحية بالخارج سوف تتكلف 600,000 جنيه. وقد حاولت جاهدا تجميع هذا المبلغ وليس لدي أي مورد آخر غير مرتبي، مع العلم إنني أفنيت كل عمري منذ أن تخرجت من كلية الشرطة حتى الآن في خدمة الوطن والحفاظ على أمني وتحقيق العدالة. فابنتي مواطنة مصرية في عمر الزهور، وردة تتفتح وفي حاجة لمن يرعاها ويحميها. مع الأسف أصبحت عاجزاً عن حمايتها وأطلب العون من سيادتكم، مع خالص أسفي لأني لم أكن أتخيل أن أطلب هذا الطلب من قبل، ولكنني أطلبه رغم عزة نفسي التي تمنعني، ولكن قلبي ينفطر كلما رأيتها هكذا. ولذلك أطمع في كرم سيادتكم أن تتفضلوا وتوافقوا على علاج ابنتي على نفقة الدولة. ما صابكم الله مكروها أبدا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام هشام مدكور. جاهزة يا نانسي؟ يلا. أظن بعد ما شفت الفيديو اللي عليه الجريمة اتأكدت إن آدم مش إرهابي. آدم ابن بلد شهم وجدع، ده ضحى بحياته عشان ينقذ شرفي، وهو أصلا ما يعرفنيش ولا يعرف حتى إذا كنت من دينه ولا لأ. أي حاجة سمعتها عكس كده من الصحافة أو من الإعلام فده كله تهويل وكذب، حتى لو من أمن الدولة فده برضو كذب. آدم مظلوم واحنا كلنا لازم نقف جنبه. احنا لو ما عملناش كده هنبقى بنقول لأي انسان يجي بعده لو فكر يعمل عمل خير ان البلد دي بدل ما هتكرمه هتهينه. معقول هنبقى كده؟ عايزة تقولي حاجة تاني؟ عندي حاجة تانية عايزة اقولها. انا قبل الحادثة دي كنت مكتئبة، كنت فاقدة الامل، كنت عايزة هاجر، انما بعد ما قابلت ادم غيرت رايي. على الاقل حسيت ان البلد دي لسه فيها شباب فيهم امل، شباب جدعان لطاف من جواهم، ممكن يضحوا بحياتهم عشان الحق. احنا لسه جوانا خير بس مش حاسين بيه. ستوب، عايزين نعمل ابلود للحاجات دي على النت وعايزين نبعتها لكل القنوات بسرعة يا كريم. اوكي فاين، بس صدقيني انت ريحت ضميرك وعملت صح، وان شاء الله ربنا هيكرمك. يا رب بس اللي بنعمله ده يجيب فايدة. ربنا كبير وعمره ما هيضيع حق انسان اتظلم. بجد ميرسي يا جماعة، انتوا فعلا طلعتوا جدعان زي ادم بالظبط. يا جماعة لو ملناش خير في بعض هيبقى لينا خير في مين يعني؟ شفت اللي حصل؟ ايه؟ بيقول لك الواد انا عبد الحي الارهابي قتل الراجل الامريكاني لان الراجل الامريكاني كان بيغتصب بنت مصريه. طب والله العظيم الكلام ده لو صح يبقى الواد ادم ده راجل ومن ضهر راجل. يا عم ده كلام جرايد، امال الجماعه الارهابيه اللي اعلنت مسؤوليتها دي بتهبب ايه؟ مش عارف. شفتي يا ام ايمن؟ باينهم بيصطادوا في الميه العكره. ازاي يا سراي لما لقوها حصلت قالوا احنا كنا معاهم عايزين يغزوا العين ويبقوا جامدين. جماعه بالرغم من كل اللي احنا عملناه انا حاسس ان في حاجه ناقصانا، لو قدرنا نوجدها هنقدر نثبت براءه ادم. انا بتهيالي يا جماعه ان احنا عملنا كل حاجه ممكن تتعمل. انا ابتديت ايأس. لا يا كريم انا مع راي طاهر، اكيد في حاجه لسه ناقصه. حاجه ايه يا جماعه؟ حاجه ايه؟ اتفضلوا قولي عليها ونعملها حالا.
انا متهيألي كده عندي فكره يا جماعه. قول ايه هي؟ عليا وكريم وطاهر، متهيألي احنا في مكان محترم، فممكن نيجي مع بعض كده بالشياكه باحترامنا، ولا تحبوا هينكم وامسح بكرامه اهاليكم ارض المكان؟ انا قبل الحادثه دي كنت مكتئبه، كنت فاقده الامل، كنت عايزه هاجر، انما بعد ما قابلت ادم غيرت رايي. على الاقل حسيت ان البلد دي لسه فيها شباب، فيهم امل، شباب جدعان نضاف من جواهم، ممكن يضحوا بحياتهم عشان الحق.